لوب، وهذا اسمه الميزيل. عفوا، اي الميزل، ميزل ميزل لوب، وهذا يسموه ديستال لوب. زين، اللوب هو شين؟ هو هذا خلينا نقول عليه الفص، هذا فص ماسن، هذا واحد، هذا وهذا واحد وهذا واحد، تقريبا هنا ينتهي للروت هيك يعني. شوفوا هذا كله، هذا لوب، ميدل لوب، وهذا الميسر لوب، وهذا الستر لوب. نمسح هذا كله زين. ايش قايل وراها؟ قايل انه ال the middle lobe is much more developed producing the labial ridge. labial ridge هو شنو يعني؟ احنا س جاي نحكي على اللوب. هسه احنا قلنا مثلا قلنا او بالبدايه مثل لما قلنا الميدل ليبيال لوب از هاي ديفلوبد انسايزلي انتو سترونج ويل فورمد كاسب. هاي بالملاحظه الاخيره او بالنقطه الاخيره، هاي بالمقدمه مال كناين. مو قلنا انه الميدل ليبيال لوب يكون نامي او اسمه متطور ديفلوبد باتجاه شو اسمه باتجاه الانسايزل، وراح يكون لنا كاسب. هو ال شو اسمه الكسب اللي هو هذا يسموه كسب زين. هذا كله مثل لوب، مثل ليبيال لوب. لكن اكو عندنا شيء ثاني اسمه ليبيال ريج. هسه هذا من باوع الكلام اتجاه السايزل، ايش راح نلاحظ؟ نلاحظ انه اللوبس شوية بارزات طالعات يعني، من شوية بارزات من جهة السن. سلون باوع لسه مو من جهة الساس، لسه مثلا من جهة مثلا من جهة بروكسمال، سواء ديستال او ميزيال. شوفوا شو نلاحظ انه هذين الفصوص يعني بحيث يطلع ان يكون بارزات مثل ما جاي نلاحظ يعني. هنا هذا الفص مبين يعني من بعلي من برا، مو مثل الانسايزر. الانسايزر مجرد خطوط يعني تكون شالو لكن هنا بالكناين اللوبس يكون طالعات مثل ما جاي تلاحظون. وش اسمه ايضا من هاي الجهة، هاي المال ديستال، عفوا الميزر، قصدي ميزر، هذا ديستال. لذلك تلاحظون هذا اللوب اللي بالنص اللي هو الميدل لوب، هذا الميدل لوب، مو تلاحظون اكو بيه كلش صاعدة فوق يعني، بحيث كلش مرتفع بهاي المنطقة. هاي المنطقة تقريبا كلش مرتفع وتقريبا كلش بارز، صار كونفكس. هذا الشيء اسمه ليبيال ريدج. الريدج يعني مرتفع مثل ما جان لاحظ من فوق تقريبا مبين. هذا شوفوا، هذا تقريبا كله ليبيال ريدج. وايضا لما نباعه لمنه يكون على طول الميدل لوب، هذا منه لهنا، هذا كله تقريبا، هو هذا كله يعني، هذا يسموه الليبيال ريدج. اخر نقطة يقول the root is long conical and يكون الروت طويل ويكون كونيكال مخروطي. هاي اعتقد النقطة مو كلش يعني تقريبا بديهية بالنسبة لكم. هو شيء اكيد الروت يكون كونيكال. يقول اخر شيء at the apex is distally curved. هاي تقريبا قاعدة لكل الاسنان مثل ما تلاحظ. هاي اعتقد موضحة بالفيديو السابق، راح نلاحظ اوضحها هنا. هسه هذا الديستال وهذا الميزل. شوفوا هاي القمة وين متجهة، متجهة منا. شوفوا شلون متجهة، هيك متجهة باتجاه الديستال. وهاي تقريبا قاعدة لكل الروتات ماسون، كل جذور الأسنان القمة مالتها تكون متجهة باتجاه الديستال. زين، بحيث سهل احنا لو نريد نوضحها هنا يعني تقريبا
مجرد رسم افتراضي او شيء، مو رسم افتراضي لكن هو جو اللفة. يعني هسه هذا تقريبا الروت، احنا نريد نرسمه للكنان نشوف شلون يصير هيجي، لانه ها على اعتبار الاسطح اللي تقابل، مو هسه ميديان لاين عندنا، هذا ميديان لاين، الاسطح اللي تقابله هذين المناه، هذين شو يسمون ميزل، بهذا الاتجاه، هيجي بهذا الاتجاه، بينما الاسطح اللي يصير عكس الميزيال اللي هنا سا مثلا هذا مو الكناين وهذا الكناين، هذا سطح المنا وهذا ايضا بريمولر، وهذين كلهن حتى مال انسايزر اللي تقابل منه اللي صار بهذا الاتجاه، بس اسوي بالازرق احسن، اللي يصير بهذا الاتجاه، هذا يسموهن ديستال. لذلك هسه هذا الروت شوفوا شلون يصير، يكون ما باتجاه الديستال. لذلك مو بس هذا روت، احنا لما راح نشوف حتى هذا تقريبا مال البريمولر يكون اتش متجه، شوف القمة ما هسه مثلا نشوف القمة، نرجع على القمة مال كناين روت يكون اتش متجه. طبعا هذا بس مو توضيح، مو بس للكنان، ها حتى تقريبا كل الاسنان القمة تكون ديستال كيرفت، مال باتجاه الديستال. هسه نجي الليبر اللينجوال اسبكت او يسموه الباليتال اسبكت، نفس الشيء هذا كناين لينجوال وين هاوية. يقول the tooth is narrower lingually than labially، هاي موضحيها لكن راح نرجع نوضح. شوفوا الدايمنشنز، الدايمنشن البعد او الميجرمنت او الدايمتر كله نفس الشيء، نفس الاسم او نفس المعنى. يعني يقول the tooth is narrower lingually than labial، شوفوا شلون هسه هذا التوث، هسه ها جهة اللينجوال وها جهة الليبيال، هذا انس هذا الانسايزر الاسبكت زين. وخن وخرا هاي، شوفوا شلون البعد ماسن باتجاه البعد ماسن اللي بالسطح اللينجوال او بالجهة اللينجوال، شوفوا شلون هسه هذا بس هذا، شوفوا هسه هذا البعد ماسن الميجرمنت ماسن مال اللينجوال، وهذا الميجرمنت ماسن مال ليبيال، تلاحظوا ياها واكبر، يعني سهلين تلاحظون ياها واكبر، هذا لو هذا شي اكيد هذا، شوفوا شلون كبير اصلا هسه، يمكن حتى لمن ما قد 20 يعني هو مبين هذا اكبر من هذا. بس هو هنا بالنقطة قايل هنا هذا اسمه باللينجوال، يقول the tooth is narrower lingually than labially، يعني يكون انحف أو أضعف. زين يقول النقطة الثانية، طبعا بالمناسبة الثاني هذا هسه هاي الجهة الثانية جابوا بيها السن، هاي الانسايزر، لكن أنا بس رد جسمه أوضحنا من هاي الجهة على مود أبين لكم إنه ال dimension باللينجوال يكون أقل. ستو حتى لما تلاحظوا شوفوا من هنا هسه هذا مو اللينجوال، شوفوا شلون ارفع هنا، لا يكون اكثر يعني اعرف نارور يكون ارفع باتجاه اللينجوال. النقطه الثانيه the cingulum is larger than the maxillary incisor، وين السنجلم هذا is larger than the maxillary incisor، هاي بيناها بالبدايه، شوفوا شلون كبير زين. يقول a well developed lingual ridge confluent with the cusp tip which divides the lingual fossa is which divides the lingual fossa into two fossa. طبعا هنا كاتب is لكن اعتقد هي معدلة عندكم، ما جامش على المحاضرة القديمة.
هسه هذا الرسم اعتقد فيه خطأ. هسه المهم، هسه هاي مو لينغوال فوسي، هسه هاي لينغوال فوسي. تلاحظون اكو شي يقسم الفوسي بس هذا الرسم اللي عندي بيه غلط، لكن من الرسم اللي عندكم مش راح تلقون، راح تلقون ها اكو فتشي شو اسمه يقسم ال يقسم اللينجوال فوسي انتو تو فوسي، يعني يقسم اللينجوال فوسي الى فوسات اثنين. هسه هاي اللينجوال فوسي، هاي اللينجوال فوسي كلها، واكو شي بالنص يسموه لينجوال ريج اللي هو هذا موضح عندكم. شوفوا شلون يقسم، يقسم اللينجوال فوسي انتو تو فوسي، واحدة هاي هنا وواحدة هاي هنا، ويكون هذا اللينجوال ريج يكون كونفلوينت وذ كاسب تيب. شنو كونفلوينت وذ كاسب تيب؟ الكاسب تيب، الكاسب تيب وينها؟ القمة مال الكاسب هاي، شوفوا شلون مستمر وياها. هذا سهلون لحظة من جهة اللينجوال، شوفوا شلون صاير. بس هذا اللينجوال ريج، شوفوا شلون مستمر، هاي الكاسب تيب شوفوا شلون مستمر وياها تقريبا، بحيث ماكو فاصل بيناتهم، يعني كونفلوينت او مثلا ما متوقف اللينجوال ريج، لا مستمر مستمر. شوفوا شلون زين. النقطة الأخيرة يقول there are developmental depressions mesially and distally extending for most of the root length. هاي طبعا هذين الأشياء ركزون عليهن خصوصا بالصحة والخطأ. أكو عندنا هنا تو عفوا أكو عندنا هنا عندنا تو developmental depressions mesial and distally. واحد هنا وش اسمه هسه هذا، هاي مو جهة اللينجوال، هسه الديستال وينها؟ الديستال هاوية. شوفوا ال developmental depression اللي هو انخفاض، شوفوا جهة لاحظونها عندنا انخفاض، بس احنا ما نريد نوصل الكران لهنا، ولو هو اساسا منا يبدي، لكن احنا هنا نقول extending for most of the root length. هسه هذا شوفوا، هذا يسموه developmental depression، وهاي من جهة الدستر، وأيضا مثل ما تلاحظون عندنا هنا واحد من جهة الميزيال. نجي هسه للميزيال أسبكت، وين جهة الميزيال أسبكت؟ هاي النقطة الأولى يقول the labial and lingual outline of the outlines of the crown are more convex than the maxillary incisors. هاي طبعا هي هاي بها مغزى، هو ليش يكون هنا مور كونفكس او هنا مثل ما تلاحظون، يعني الكناين يختلف عن الانسايزرز. بس هنا الانسايزر تكون مسطحة مصح، بينما شوف الكناين شلون صاير، صاير كبير، صاير بالكي ضخم، وصاير الاوتلاينز مالته او الخطوط يعني الحدود مال الاسطح، وهذني الاوتلاين، هذني الاوتلاين لما نبعد من جهه ميزر، هذني يكون مور كونفكس، مور كونفكس ذان شنو، ذان هذني الاستايزرات. هاي بيها مغزى، بس احنا راح نشرحها بالاخير ليش. زين النقطه الثانيه ها بس خل اوضح النقطه الاولى، هو مور كونفكس هذا ماكسيري استايزرات مثل ما تلاحظون. هسه هذا هذا سن ميزيال، شوفوا شلون الاوتلاين. هسه هذا مو لينجوال وهذا الليبيال، هاي هاي اسمه كلها. هسه هذا الما ال ميزيال سيرفيس او الميزيال اسبكت نفس الشيء. اللينجوال اوتلاين وين هذا؟ بس عفوا خلنا عند السن شوية اكثر، اتش تقريبا بالمحاضراتكم اوضح. بس هذا اللينجوال وهذا الليبيال، شوفوا الاوتلاين اوف ذا كراون، يقول هذا الاوتلاين